السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير وهمدي. اليوم غنديرو سورة الحق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق، كدمت ثمود وعاد بالقارعة، وأما عاد فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها سبع ليال ثمانية ليالي أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى منهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله المتفكات بالقارعة بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذنا أخذة رابية، فإنا لما طغينا الماء لحملناكم في الجارية، لتجعلها لكم تذكرة وتعياها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فيومئذ هاوية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنات عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما بقولك شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقولك كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول عليها بعض الأواقيل، لأخذناها منه اليمين، ثم لقطعناها منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنها لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنها لحسرة على الكافرين، وإنها لحق لليقين، فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله. انصر ترون لايك وإشارة وتغطي الجرس، يصلكم كل يوم جديد إن شاء الله.